كل الجرائم اللي سويتها. تقول لي لا. ليش متأكد؟ لحظة. خسارة اني ما قتلتك من زمان. دايم اشطر منك. الخسارة اني ما اكتشفتك من زمان. اوكي عندنا قضية لازم نحضر فيها على فرقة هذه آخر قضية راح نحضر فيها. ليش آخر قضية؟ يعني آخر ترقية ما عجبت؟ مو سالفة الترقية، أنا خلاص تعبت من كثر الجرائم هذه كلها، أحس نفسي إني تعبان. لحظة، بكل بساطة راح أتقاعد، شريك سنة من فترة الجاية، أتمنى إنك تراجع نفسك وتفكر في الموضوع. ما أدري ببساطة. What is the name of
هذا أنت؟ مستوطن من هنا. اعترف! 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 داوود، هذا المشتبه فيه، أحد يتعامل المشتبهين كذا؟ هذا أفضل حل لي. أفضل حل؟ إن أنت ترفع الإسلاح فجأة. الله يهديك بس. شوف هذه الجريمة. هذه نفس الجريمة اللي صارت اليوم. عندك هذه الجريمة. هم كذلك. نفس اللي شفناه اليوم. وليش تعتقد أنه نفسك؟ لأن الجريمة مرتكبة بطريقة واحدة بس، وعندك هذه الجريمة هم كذلك نفس اللي صارت اليوم. الجرائم كلها اللي ارتكبت بنفس الطريقة، وعندك مع التحريات الرصاص اللي طلع من مسدس واحد بس. ليش جايني؟ عندي شيء فلازم ارويك اياه. الجرائم هذه اللي سويتها وتقول لي لا؟ ليش متأكد؟ أنا ما تشوف بس قدام مسدس على المتهم اللي أنت مسكته. عرفت كل شيء يا داود. لحظة صار اني ما قتلتك من زمان. خسارة اني ما اكتشفتك من زمان. المفروض اترك الوظيفة انا من زمان. انا وش البلاوي هذه كلها؟ كل يوم تطلع جريمة ولا من من اقرب الناس لك. كل يوم تسمع جريمة، ولد قاتل أبوه ولا ولد قاتل أمه ولا أخو قاتل أخوه، وهذا الصديق عشرة عمر بيني وبينه.